السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيف جديد علينا، وطبعا الحمد لله رب العالمين. زي ما انتم شايفين ده حمامة يا جماعة. يعني انا بصراحة بحتاج من الناس اللي هم يعني ذوي الخبرة، لان طبعا انا بصراحة ما ربيتش سمان بقالي زمان قوي، فارجو من الناس ذوات الخبرة ان يدلوني على نوع السمانة دي ايه. طبعا يا جماعة السمانة دي انا لقيتها، يعني هي زغلولة يعني ما شاء الله على الحجم اللي انتم شايفينه دلوقتي، بس انا لقيتها الحمد لله رب العالمين. طبعا في الشارع انا كنت ماشي للاسف، وكنت والله لو سبتها كانت ممكن تموت، من يعني هتموت اي عربيه ممكن تدوسها. فانا استنيت ان حد ان هو ياخدها، فما لقاش حد، وانا طبعا وقفت بالمكنه، كنت راكب الموتوسيكل. فلما شفت يعني الناس مش حد، يعني ما فيش لها صاحب، يعني وقع الله اعلم بقى، وعاملين بقى الله يعني يعوض عليه الراجل اللي وقعت منه الحمامه ديتي، لان انا حاسس ان الحمامه دي يعني من الزواجل يا جماعه، لان رجليها ووشها وحجمها يا جماعه حجمها حجم يعني، وطبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله رجليها دي. واحد انا قلت اما اروح اوديها لواحد كده، فطبعا هو عايز يضحك عليا، فقال لي ايه، بقول للولد خد ايه تحطها مع السمان مع الحمام البلدي. تمام، قلت له حرام عليك يا عم، بلدي ايه، هاتها يلا بقى ايه، انا ايه هاخدها. فطبعا ان شاء الله باذن الله، طبعا انا جبت لها اكل طبعا، بس هي يزغلوها يا جماعه لسه بتصوصو، زي ما انتوا شايفين حتى اهوتي بقها لسه صغير، وحتى الضرب بتاعها لسه ما ملونش. فالله المستعان بقى، لحد عنده خبره كده لو سمحتم يقول لي نوع الحمامه دي ايه، علشان ان كانت ذكر او نتايج اجيب لها حد زيها، لان بصراحه انا مستخسرها، لان يعني ما شاء الله لك الا بالله، حتى جناحاتها بيدل على ان هي نوع، يعني انا بقول هي زاجل، فلو انا غلطان ولا حاجه ايه صححوا لي المعلومه. وكده يا جماعه الخير، وصلنا معاكم نهايه الفيديو، احبكم في الله.